السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من سلسلة مباريات مختارة. اليوم اختاريت لكم واحد المقابلة جريتها في 1989 في دوري التيبو الرياضي في الجولة الثانية، والخصم ديالي في هذه الجولة كان هو السي سبيع البشير. كانت لي أول فرصة لعبت فيها مع بطل المغرب. كنت لعبت في 88 مع هشام الحمدوشي، ولكن كانت في كان ما كانش بطل المغرب في جوان. لعبنا بطولة المغرب قبل 16 سنة، ولا بطل المغرب في سبتمبر 88. المهم، أول بطولة كان لعب مع بطل المغرب. المهم، لعبت بالأبيض 4 5 كافالي 3 6 دي 4 سيبرون دي 4 كافالي برون دي 4 كافالي اف 6 كافالي سي 3 دي 6 فو جي 5. المهم، لعبت لا فاريونت ريشتر روزر. كانت عندي بعض المعلومات على هاد لا فاريونت. المهم، فو 7 دام دي 2 بوتي روك غران روك ديال لا بوزيسيون اون فادير كريتيك. وهنا لعب ليا اسيس تايا، سي اون فاريونت تري امبورطونت في هاد لا فاريونت ريشتر روزر. هنا لعبت اف 4، ومن بعد ابخي دام سي 7 درت واحد البلان اللي تقريبا شي بوبيلار في لا فاريونت. لعبت في او 2 افيك ليدين ندير الفيل في اف 3، وممكن كاع الفيل في اف 3 يقدر يعاوني باش ندير جي 4 وندفع جي 5. المهم، درت في او 2 داليا كافالي بي دي 7، درت في اف 3 دار تور بي 8. هنا سي البشير يعني غيلعب بي 5، وانتبهت بان غتضعف لاكاز غيضعف لاكاز سي 6، دونك تسنيت تيدفع بي 5. درت الوا بي 1، ومن دفع بي 5 دفعت 5 وخديت لاكاز سي 6. دونك دابا عندي كافالي سي 6 سبعة قوية بزاف، ودعيا كنظن سبعة عندي ممتازة. خصني غير نلعب بطريق بريسيز وما نديرش اغلاط. المهم، دي برون 5، الوغ كان ممكن يدفع بي 4، ولكن ما تغيرش بزاف في لا فاريونت. غندير كافالي ا 4 ونرجعو نفس لا فاريونت برينسيبال، غادي يكون غير عندي كافالي في ا 4 اوليو دان كافالي في سي 3. كافالي سي 6 دخلت طلبت الفيل، وكاينه لا كاليتي وكا لعب الفيل. هنا دار هنا لا دار تور 8، سي لا ميم فاريونت لا دار بي 4. دار تور 8 نقولو الي اوف جو في فيغ سيت فاريونت تور 8، غندير كافالي 7 فورسي، واحد لا فاريونت فورسي غندفع على كاليتي. فوالا، نظن جو بونس ميم اون بيس، باسكو من بعد كافالي نار غندير دام دي 8. فوالا دابرون بعد دير فو برون كافالي و جاي اون بيس. المهم، هادي لا دار تور 8، دار كافالي بي 6. الوغ ابخي كافالي بي 6 كليت كلا، و انا صافي. دونك باقي، وخا كانت لعب بطريقة اخرى درت البيضة قنع عليا ناكل بوتيتر فو برون 5 دابور قبل كافالي برون 7، سيتي بوكو ميو. ندير هاد لا فاريونت قبل كافالي برون 7 فو برون 5 كافالي دي 5، ونبدل كلشي، غندير لا كاليتي. دونك فوالا، نبدل كلشي، فوالا سي بون، كاليتي مزيانة. ومن بعد ناكل في دي 5 جي لا كاليتي. المهم، درت لوطو فاريونت باقا مزيانة، ولكن خاصني النقلة 17 نقلة ضعيفة، وغتبدل المجرى تاع لا بارتي. دام 7 كليت كيس، دام كافالي سي 4، وانا ندير غير دام دي 4 وصافي، وضعية ممتازة. دام بي 4 دام دي 4 كان عليا، الا درت كون درت فو برون 5 15 كون كان احسن باكثر، ولكن دابا ماشي وضعية باقا مربوحة. المهم، هنا درت دام 2 اللي هي نقولو نقلة ضعيفة، وصافي غتبدل المنحة تاع لابارتي. نشوفو دام دي 4، دام دي 4 كان يدير دام بي 4، نلعب الكافالي الفيل في سي 1 بتوتو ولا بي 3. بون بي 3 احسن باش الكافالي لي كلوي، وطالب دو كافالي. دونك لا لعب كافالي اف 6، لعب روا بي 1 وناكل كافالي في سي 4 باغ اكزومبل. كافالي دي 7 ندير روا 1 سي بون جو غان اون بياس. ابخي كافالي برون 5 ناكل
B prend C4. Ou la cavalier prend C4. Cavalier 4. Une pièce. Mouim. درت بلوتو دام دو هنا صافي تغيرات الوضعية أصبحت نظن أصبحت مربوحة بالنسبة للأسود دونك يهجم على بي دو وما عنديش كيفاش ندي الكافالي دونك عندو كوان انترميديار كي صوف الكافالي في اف 6 كان جاي فوالا إلا صوفي سون كافالي و إيكاليتي ماتيريال لكن عندو لافونتاج اللي هو واضح كافالي دي 7 فو 4 لا ضعيف خلينا لي ندير كافالي او 4 و سي 3 لو ميور بلان دات فو 4 هنا سي تيرميني كافالي برون 5 تور اش اف 1 اونكور القلعة ضعيفة بزاف اف 5 فو دي 3 اي دونك لا ما بقى والو كافالي برون بي 2 وزدت كملتها درت ا 3 دونك سي البشير دار الكومبينيزون اللي هي فاتال بالنسبة لي دونك كافالي برون دي 1 ومن بعد كيدي بوكو دو ماتيريال دوك هاد المقابلة ورغم أن النتيجة أنا ما انتبهتش بأن كان عندي غداية مربوحة في القيطة أنا كنت سعيد بعد المقابلة رحت لعبت مع بطل المغرب المهم كانت فرصة كبيرة بالنسبة لي ونتمنى هاد المقابلة عجبتكم وإلى اللقاء في فرصة جديدة إن شاء الله.